أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله، السلام عليك يا عزيزة الزغراء، السلام عليك يا أم البدور الصواطيع، يا فاطمة بنت حزام الكلابية المكنات بأم البنين، ورحمة الله وبركاته. أشهد الله، أشهد الله ورسوله أنك جاهدت في سبيل الله، إذ ضحيت بأولادك دون الحسين ابن بنت رسول الله، وعبدت الله مخلصة له الدين بولائك للأئمة المعصومين، وصبرت على تلك الرزية العظيمة، واحتسبت ذلك عند الله رب العالمين، وآزرت الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام في المحن والشدائد والمصائب، وكنت في قمة الطاعة والوفاء، وأنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة الكبرى في حفظ وديعة الزهراء البتول عليها السلام، الصبطين الحسن والحسين عليهما السلام، وبالغت وآثرت ورعيت حجج الله الميامين، وسعيت في خدمة أبناء رسول رب العالمين، عارفة بحقهم، موقنة بصدقهم، مشفقة عليهم، مؤثرة هواهم وحبهم على أولادك السعداء، فسلام الله، فسلام الله عليك كلما دجن الليل وأضاء النهار، فصرت قدوة للمؤمنات الصالحات، لأنك كريمة الخلائق تقية زكية، فرضي الله عنك وأرضاك، وجعل الجنة منزلك ومأواك، ولقد أعطاك من الكرامات الباغرات حتى أصبحت بطاعتك لسيد الأوصياء، وبحبك لسيدة النساء الزهراء عليها السلام، وفدائك بأولادك الأربعة لسيد الشهداء عليه السلام بابا للحوائج، فإن لك عند الله شأنا وجاها محمودا، والسلام على أولادك الشهداء العباس عليه السلام، قمر بني هاشم باب الحوائج، وعبد الله وعثمان وجعفر
الذين استشهدوا في نصرة الحسين عليه السلام بكربلاء، فجزاك الله وأجزاهم أفضل الجزاء في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد الخلائق التي حصرها لا يحتسب أو يعد، وتقبل منا يا كريم.